أنا رحت الساحر بدل المرة كتير. أنا دمار، موت، هلاك، خراب، بس محدش عرف إن أنا رحت الساحر أصلا، وابتديت أحس إن الوضع معاهم أحلى. إزاي دخلتها؟ من صاحبتها وديتها للشيخ. هنا مش أبوها، هنا يسوع. ما أبوها بيصلي. باسم يسوع المسيح أنا بأمرك، أصلا الأول أنا اتصلى لي أكتر من 8 مرات من ناس مؤمنة وبتخرج أرواح شياطين. ابتديتها الأول من أنا وصغيرة باللعب بالعروسة ومحدش عارف. أنا والدي مفروض أنه هو بيخرج شياطين، بس أنا عايشة معاه في البيت وما كانش يعرف عني حاجة. جيت في كنت أنا كنت شاطرة لغاية أولى ثانوي. رحت التانية ثانوي، رحت الساحر مع صاحبتي. أخرج باسم يسوع المسيح، أخرج. أنت إزاي؟ نوي 15 سنة. بقالك 15 سنة عايش فيها. كنت دايما بنتقد اللي بالناس اللي بيؤمن بيصلوا والكلام ده، لأني عايشة مع ناس بابا وعمامي بيصلوا، بس أنا مش شايفة حد قال لي حاجة. ولما صاحبتها وديتها للشيخ إيه اللي حصل لها؟ عمل أعمال ليها ولجوزها ولبنتها الكبيرة. إزاي عمل الأعمال؟ بكت بفضي في عصير. تعويذ وشعوذة. وأنت مين؟ أنا الملك. أنت ملك؟ ومعرف فين مملكتك؟ وابتديت ان انا مارس الاعمال على اهلي يبقوا دايما تحت قيادتي، من اول بابا اللي بيصلي وعمي كل حد. رحت الساحر اول مرة، هو ده بقى اللي خلاني احب الموضوع. انا عندي اعاقة في رجلي، يعني مخلوقة بها كده، ما كانش حد بيقرب لي، كله كان بيتريق عليا. فانا بحكي للساحر عادي في الكلام وبقول له ان انا في تانية ثانوي، بس ما فيش حد اعجب بيا، محدش قال لي ان هو معجب بيا، مع اني معايا اصحابي في المدرسه بيعجبوا بيهم. قال لي من النهارده الرجاله هتبقى بالنسبه لك بتغيريهم زي الجزم، وكلامه حصل. ابتديت الموضوع يتور واكتر واكتر، وابتديت ان انا اصاب بمرض نفسي ان انا عندي كذا تعدد شخصيه. دخلت مصحه نفسيه قعدت شهر، كنت اعرف مناصب عليا جدا في الدوله. كنت في البيت لو احتجت 500 جنيه في ظرف دقيقتين الاقي الفلوس على السرير. انا عايزه فلوس تحضر، انا عايزه كذا يحضر. وابتديت ان انا مارس الاعمال على اهلي يبقوا دايما تحت قيادتي، من اول بابا اللي بيصلي وعمي كل حد. ابتديت ان انا بقى افرض نفسي عليهم، ابتديت ان انا اعمل اعمال لبنتي الكبيره. تمارسي السحر على اهلي عن طريق الساحر. التحدي بالساحر. اخر حاجه بقى وصلت لها، انا كان عندي اكونت على الانستجرام، حد بعت لي قال لي ازيك يا نرمين عامله ايه، انا ما اعرفوش ولا عمره شفته. قلت له انا تمام. قال لي انا عارف عنك 1 2 3 4، وحكى لي يومي بالتفصيل، ما حكاليش حياتي، حكى لي امبارح جوزك عمل ضربك وهانك وحصل وحصل وحصل. صوري لي ايدك الشمال. فصورتها له، ما انا عارفه الموضوع ده وعارفه ان هو كده. اداني حاجه وقال لي انت هتبقي في غنى فاحش. ابتديت ان انا انزل شغل وابتديت اني اشتغل، ابتديت اتعرف على مناصب عاليه جدا في الدوله وكانوا بيعرضوا عليا مئات الالوفات. فابتدينا بقى نشوف ان ده اصل ده مرض نفسي. انا اتشخصت سنه بحالها باخد ادويه الاضطراب الانشقاقي، دخلت مصحه قعدت شهر كنت باخد حقن على الاضطراب الانشقاقي. حصل تحدي دم معايا انا ومع ابليس مع كذا ساحر. عهد دم. مع الساحر الاولاني ومع على طريق الانستجرام، عوري لي نفسك وصوري لي نفسك. فابتديت ان انا انصاك، ما انت هتغني لي ان انا في غنى فاحش، فانا عايزه كده. انا روحت شقتي كانت البيت في حاله فوضويه، ابتديت ان انا بقى افرض نفسي عليهم، ابتديت ان انا اعمل اعمال لبنتي الكبيره. تمارسي السحر على اهلك عن طريق الساحر. التحدي بالساحر. في اوقات انا ما ببقاش فيها في وعي نهائي، يعني تسالني امبارح انت كنتي فين، انا ما اعرفش. فين مملكتك؟ معاك في الجسد. كم عددكم؟ كتير. عملت ايه في عيلتها؟ خربت البيت. ازاي خربت البيت؟ خليته يعمل كارب. تعالى كده، اخوها جوزها خليت مين يعمل كارب؟ جوزها. ابوها صلى لي قبل كده ما خرجتش ومش هخرج. يسوع المسيح هنا. انا لما ابتديت شغل مع الساحر، لان انا اشتغلت مع الساحر انا ومجموعه من اللي هي مناصب عليا، بس كانوا ستات دول، اشتغلنا كنا بنشتغل سنة شغالة فيها. اللي بيصلي ذات نفسه كان بيستقبل فلوسي عادي، وكان يهزر يقولي هو انت شغالة في الحرام ويسكت، فاقعد اقول له طب هو انت الرب قايل لك حاجة؟ يسكت.
فاقعد اقول هو ده بيصلي ازاي. انا لما كنت جايه لحضرتك هنا انا كنتش اعرف ان انا جايه عند حد بيصلي. انا قلت جوزي خلاص زهق من عيشتي فهيوديني مصحه تاني زي ما وداني اولا، لان انا شغلي وحياتي وبيتي خربت وديوني لازم اشوفها. دخلت الاجتماع هنا قاعده عادي حضرتك، لما دخلت انا بطني ابتدت توجعني بس قلت عادي. حضرتك اما ابتديت تتجول اللي هو حضرتك بتمشي وتصلي لحد معين، حضرتك كنت بتبص لي بطريقه لا انا ما صرختش بتبص لي ليه. بعدين كان بيني وبين نفسي قاعده واثقه من نفسي ان حضرتك زي اي حد بيصلي، انا عارفاه. انا هخرج من هنا عارفه ان انا مع ناس اقوى من اي حد. انا كنت بقول كن فيكون. انت مع ناس اقوى يعني مع شياطين وسحرة اقوى من الكنيسه نفسها؟ لاني انا دخلت كنايس. دخلت كنايس ما شفتيش قوه الله في الكنايس حضرتك يا سيدي. فابليس بقى عظيم في عينيكي وقاعده عادي جدا ما صرختش، فحسيت ان انا ابتديت انتصر. حضرتك خلصت تجول حسيت ان انا ابتديت انتصر اكتر، ما انا ما صرختش وما جيتش هنا على الماما ما فيش اي حاجه، فانا كده تمام. اللي انا معايا انا كده اتاكدت ان ما فيش حد بيصلي هيعرف يقول لي اي حاجه. لغايه اما حضرتك كنت في الصف، انا كنت قاعده هنا وحضرتك كنت هنا، انا شايفاك في اول الصف كنت بعيد، فجاه ببص لقيتك جنبي قلت لبيتر انا خايفه. ومن بدايه انا خايفه ما حسيتش باي حاجه. هو اللي حكى لي ان حصل اني انا قلت لك ان انا عندي ساحر بقالي 15 سنه وحضرتك فكيته. حسيت من اول لما قلت لي تقبلي الالسنه وصليت لي كيف بالاجا سكرتا كيف بالاجا سكر كيف لابنتو خالص. عايز اقول لحضرتك ان انا كنت اصلا معمده بالسنه، بس السنه ان انا ارضي الناس. السنة ايه؟ اني ارضي الناس. يعني انا عمي عمدني بالسنة، عمي مرة كنا عاملين اجتماع في البيت وهعمدك بالسنة لان انا شايفك حد كبير، شايفك حد. وبعدين كل ما كان يصلي لي يقول لي اصل ابليس عايزك. انا اصلا معاه ابليس عايزني فين؟ بيتي اتخرب، بقينا يعتبر على يعني عايشين على السلف. ابويا صلى لي قبل ما اجي لحضرتك باربع ايام، قعد يصلي ومش عارفه ايه، قال لي انت معمول لك سحر بس انا مش قده، هنصلي ونصوم انا وانت 15 يوم. بيني وبين نفسي قلت وانا مالي انا اصلي واصوم ليه؟ ومين قال لك ان انا يعني عايزاه يخرج؟ وبعدين هصلي واصوم. طب هصلي واصوم. الساعه 3 الفجر قاعده بقلب في التليفون، انا عايزه اعرف حضرتك طلعت ازاي جيت ازاي. ما انا عندي مؤمنين كان اختبارهم صعب ومش عارفة ايه، بس هم مكملين في اختبارهم. يعني والدي كان وكان 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 والرب حرره من خطايا معينة حرره. عمالة ادور طلعت لي حضرتك وعظة، يعني وعظة واحدة بس على جزئين اللي هو معوقات الصلاة. انا قاعدة بسمعها من الساعة 3:30 لغاية الساعة 7:30 وطلعت ان انا اللي غلط لان انا بصلي غلط. انا بصلي زي ما كنت بشوف والدي، ما اعرفش ان الصلاه مش كده. فابتديت اصلي زي ما حضرتك بتقول. بعد التحرير مفيش خراب، انا في اكل في بيتي. الحاجه الوحيده اللي انا حاساها انا رغم اني وحيده عندي صحاب، انا صحابي كانوا كلهم من حته تانية، صحابي يعني ما يعرفونيش. الحاجه اللي بلمسها اول فتره دي ان كل ما حد يشوفني يقول لي انت حلويتي. اخر فتره بشهدت الناس هو انت ليه وشك غامق؟ انت ليه وشك عامل كده؟ ما كنتش شايفه. ما انا معايا فلوس، مين قال لكم ان انا وشي عامل؟ ما انا مبسوطه. راح في قعده الانجيل، يعني انا قعده الكتاب انا اصلا شخصيه كسوله شويه. انا لما باخد خلوتي انا ممكن اقوم اعمل بيتي بالكامل بدون اي مساعدات. يوم الخميس قبل ما اجي لحضرتك ما كنت انا كان بيتر موديني عند بيت اهلي لان انا كنت بعمل امور خزعبليه في البيت. اولا انا انتحرت حوالي 8 مرات، وانتحار ببرشام عالي يموت او يجيب سكته قلبيه لان انا كنت شغاله في صيدليه فعارفه كل ده. ما كنتش بموت. سميت بيتر مرتين، رفعت السكينه على بيتر مرتين، رفعت السكينه على والدي مره، عملت سحر لبنتي ان هي تفضل تحت طوعي. لما جيتي هنا واختبرت قوة الرب ولمستيها، وبعد ما الشياطين دي ظهرت وطردت، انت
انطباعك وايه التغيير اللي فيك وفي جوزك؟ بيتكم بقى شكله ايه؟ حياتك بقى ايه؟ حضرتك انا بقيت اخد خلوتي 3 مرات في اليوم، ما بعرفش اقلل عن كده. بخلي بنتي تصلي معايا، كبيره الصغيره لسه مش فاهمه قوي الموضوع ده، بتصلي كده اللي هو بقلدكم. كتابي بقى مفتوح دايما، بقيت بفهم الكتاب المقدس بعادي بطلاقه، مش وحتى لما بقف على حاجه بلاقي الرب وضحها لي في سطر تاني. انا كنت عصبيه جدا. كنت مريضه ايه من شقاق تعددي تقريبا او مرض اضطراب نفسي؟ انا قعدت سنه بتعالج ودخلت مصحه. بعد ما خرجت منك الارواح دي، ايه اخبار مرضك؟ مفيش اي حاجه خالص، بالعكس شفيتي تماما. تماما باسم يسوع المسيح انا بأبرك. وكان عندي مرض، احنا في عيلة ماما وراسي ان احنا عندنا الرعاش، ايدينا بتترعش. ساعة لما حضرتك صليت لي وانا المرض ده انتهى من حياتي. عندك سلام. هللويا. بشكرك على شجاعتك، امانتك انت وجوزك، انكم تيجوا تفضحوا اعمال الظلمة. انت الانسان مش بيجي يفضح نفسه، ده بيفضح اعمال الظلمة، لان الاشياء العتيقة من دلوقتي انتهت، كل قد صار جديد. خلاص الانسان القديمة دي ماتت، هي وجوزها. دلوقتي في حياة جديدة وفي سلام في البيت، والرب لما بيدخل بيطهر كل او بيهدم كل اللي بناه ابليس في حياته. الكلمة اللي اتقالت لي من سنة دي محتاجة صلاة بوضع يد، اعلان على مرتين، مره من الدكتور سالهاني، مره حد بيكلمني في التليفون، يا ابني هي بتعمل كل حاجه بايديها لكن مش حاسه في حاجه بتخليها تعمل كل ده، محتاجه بصلاه بوضع يد عندكم. انت انجيلي، انت ارثوذكسي، ايا كان، انت محتاج صلاه بوضع يد، خلي حد يصلي معاه بوضع. وهنا حست بنار طول الاجتماع، واول ما حضرتك قربت عليها قالت انا خايفه، وراحت حضرتك وصليت لها. انا قلت لحضرتك بالظبط، هي حاولت تقتلني باختصار شديد، حاولت تقتلني وتقتل باباها وتنتحر كذا مره. حضرتك بصيت لها، راحت مبرقه، وراحت ظهر عليها ملك اتكلم وقال انا معاها من 15 سنه. من ساعتها في تغيير. المجد للرب طبعا، و اشكر الرب من اجل الموضوع ده. هي حاجه بقت جميله، كل الناس بتشهد، انا بشهد عنها. البيت اتغير، احنا عايشين في سلام. واي كانت يعني ايه اللي كان نفسي اوصل له طول السنه؟ سلام الله الذي يفوق كل عقل، كان حلم اوصل له، وصلت له. نرمين بقى في سلام في البيت.